الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الإنسان والسلاح. عندما يكون البطل والنصر ليسوا كذلك. يقول برنارد شو: سوف يأتي يوم وتخضع الأمم لأحكام الحكمة والفضيلة، وسوف تتلاشى الحروب وشرور أخرى وتزول عن وجه البسيطة للأبد. من هذه القناعة وغيرها يكتب لنا برنارد شو واحدة من أعظم أعماله، والتي يطرح بها مواضيع متشابكة لحد التعقيد. ماذا لو علمنا أن البطل والمنتصر في حرب ما، والقائد ليس هو من صنع الفوز والنصر؟ عندما تتداخل مفاهيم الشرف والرجولة والحرب والذكاء والعتاد والخطط والحب والأمل، عندما تتداخل القيم المرسومة وتنهدم، وعندما نعرف أن من نحبه لم يعد كذلك. إليكم هذه المراجعة لمسرحية برنارد شو، الإنسان الرجل والسلاح. في مسرحيته الإنسان الرجل والسلاح لا يخرج برنارد شو عن أسلوبه الساخر في معالجة ثلاثة أفكار أساسية، وهي الحرب، الزواج، والتمايز الطبقي. هذه المسرحية تجعلنا نضحك ونفكر في آن، كونها تحمل رسائل على درجة عالية من الأهمية والعمق. كما يبرهن شو أن الحرب شر وغباء، والزواج جيد ومرغوب به، وذلك عن طريق تغليف هاتين الفكرتين بالوهم الرومانسي للحرب الذي يؤدي إلى التشاؤم والزواج الفاشل، حيث يسخر شو من رومانسية الحرب التي تعتمد على إظهار حس الوطنية المثالية لدى الرجال الذين يقاتلون ويتحملون جميع مخاطر النصر والمجد ليصبحوا أبطالا خارقين. في بداية المسرحية نرى راينا، الشخصية الرئيسية في المسرحية، على شرفة غرفة نومها المطلة على قمم جبال البلقان المغطاة بالثلوج. ومن خلال لغتها وتصرفاتها فإنها شخصية رومانسية مثالية حالمة، لكنها تشك بصحة أفكارها عن الوطنية والبطولة المثالية. تقطع أمها خلوتها لتخبرها عن النصر المذهل الذي يشبه نصر الأبطال الخارقين في الملاحم القديمة كهرقل وأخيل، والذي تحقق بفضل خطيبها سيرجيوس الذي قاد هجوم الخيالة على سرية المدفعية. فتبتهج راينا لأن انتصار سيرجيوس في المعركة يثبت لها أن العالم هو عالم بطولي للمرأة التي تراه هكذا، وللرجال الذين يمكن أن يتصرفوا برومانسية. ثم تذهب إلى سريرها لتنام وهي تهمس تحت الغطاء: يا بطلي يا بطلي، قبل أن يقتحم غرفتها ضابط من صفوف العدو باحثا عن ملجأ يختبئ فيه عن أنظار الجنود البلقان وضباطهم الروس. هذا الضابط هو بلونتشيلي، جندي سويسري محترف أجبر على الانضمام للجيش الصربي كونه مر بسويسرا أولا. يكشف بلونتشيلي لراينا شخصيتها الحقيقية تحت قناعها الرومانسي من خلال صدمها بالأفكار التي تعتنقها، فهي تعتقد أن الجندي شجاع ويمتلك اليدين ليقتل أعداءه، بينما بلونتشيلي يخبرها بأن الجنود يفضلون الحياة وحمل الشوكولا بدلا من الذخيرة، ولا يأخذون الحرب على محمل الجد سوى ليبقوا أحياء لأنهم أجبروا عليها. بلونتشيلي: حسن، لا أود أن أقتل إذا استطعت أن أفعل ذلك. راينا باحتقار: أعتقد لا، على علمي بعض الجنود يخافون من الموت. بلونتشيلي: جميعهم أيتها الليدي العزيزة، جميعهم صدقيني، فمن واجبنا أن نعيش أطول مدة ممكنة. راينا: مسدسه، كان يحدق في وجه ذلك الضابط طيلة الوقت، لقد نجوت بأعجوبة. بلونتشيلي بدأ مغتاظا كونه خائفا لسبب تافه. صرخة راينا عندما جلست على المسدس: آه، هل هذا كل ما في الأمر؟ راينا: إني آسفة لأني أخفتك، رجاء خذه لتحمي نفسك مني. بلونتشيلي: لا فائدة عزيزتي الليدي الصبية، لا يوجد شيء بداخله، ليس محشوا. راينا: على كل حال يجب أن تحشوه بالرصاص. بلونتشيلي: لا أملك ذخيرة، ما فائدة الخرطوش أثناء المعركة؟ بدلا من ذلك أحمل معي قطع الشوكولا، وانتهيت من قطعة الحلوى الأخيرة منذ ساعة تقريبا. من خلال هذا الاقتباس الذي أوردناه يريد برنارد شو أن يثبت أن الشوكولا، وهي رمز لكل أنواع الطعام، ضرورية وهامة لكل جيش كما الذخيرة وربما أكثر، فالمجاعات تقتل أكثر من الرصاص. وتتتالى الصدمات على رأس راينا عندما يخبرها بلونتشيلي بسخرية عن حماقة الفارس الأول الذي قاد هجوم الخيالة على سرية المدفعية، والذي أدى إلى انتصار البلغاري على الصرب من دون أن يعرف أنه يكون خطيبها. فالذي حسم المعركة لصالح خطيبها هو نفاذ الذخيرة من الطرف الآخر ليس إلا،
وهنا يرغب برنارد شو من خلال مسرحيته أن يوصل فكرة أن الحرب لا أحد ينتصر بها وجميع الأطراف خاسرون، والفريق الذي ينتصر بمنطق السيطرة والقوة والتفوق يكون انتصاره إما بسبب عتاده وعدته الجيدة وذكائه، أو بسبب ضعف الفريق الآخر أخطائه وعتاده السيء. عالجت هنا فكرة الحرب، أحد الأفكار الثلاثة في مسرحية الإنسان والسلاح. ويتعرض برنارد شو لفكرتين أيضا، وهما الزواج والتمييز الطبقي، وقد أوردهما برنارد شو بأسلوبه السلس الجميل والتهكمي والثوري بنفس الوقت، وذلك عبر طرح مواضيع حساسة وخطيرة وجوهرية.